السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الماترن تاع الفئة الاقتصادية. غادي نقترحوا عليكم واحد الموتور باش تشوفوا شحال من واحد كيبغي ياخذ الموتور وما كيعرفش شنو ياخذ، ما كيعرفش المميزات اللي في الموتور، شنو في الموتور، بزاف د الحوايج اللي غادي نهضروا عليها في هذا الموتور. هذا النهار في هذا الفيديو غنقترحوا عليكم كوبر سوبر كوب نيوس 50 2022. هو هذا الموديل الجديد ديالو. هاد الموتور كيتميز انه الريزرفوار ديالو كيهز 4 لتر نتاع ليسونس، يعني اللي عادي يدير معاك واحد المسافه طويله. السرعه ديالهم كتراوح حتى ل 100 كيلومتر في الساعه. فيهم ماكينه حاره، ماكينه اللي مزيانه. اللي فيه هو انه فيه امبرياج اوتوماتيك كتريام، فيه دوبل امبرياج، يعني الامبرياج كيكون عنده مع الماكينه، وفرانات مزول بفرانات ديسك ديال الزيت، يعني واحد الفرانات اللي مزيانين، واحد الكاليتي اللي فيه تبارك الله مزيانه. عنده واحد اللعيبه اللور باش دير الكاسك، كيهز فيها الكاسك. فيه هاد الكرسانه كما كتشوفوا كتحل وكتسد، دايرينها الواحد يتكى عليها، ودايرين ديك المساحه برا الواحد باش يحط عليها السلعه. والحاجه اللي فيه زوينه فيه روايد فيبليس من نوع كيندا، يعني واحد الروايد اللي براشوم برير، وواحد الكاليتي اللي فيهم زوينه بزاف، اللي زعما مقاومه للطريق وداكشي. غادي نوريكم في هذا الفيديو المونتاج ديالو من اجيس كازيد، مني كيجي هكا كيجيو من الشينوا كما كيشوفوا السيد راه يفتحوا ويركبوا قدامكم. وفي الزواون في عنده مزود تا هو بواحد الشارجور زعما يخوى لك التليفون، ولا فيه واحد البلايصه نتاع الشارج اللي كاين عنده في الامام ديالو، معها واحد جويب باش كتحط فيه التليفون. يكون بلاكه صغيره، اصلا بلاكه صغيره للفئه المتوسطه. اللي كيبغي ياخذ كياخذ موتور كبير، ولكن حنايا كنديروا هنايا مراجعه للمواتر نتاع الفئه المتوسطه.
بالنسبه للاثمنه ما نقدرش نقول لكم الثمن محدد اللي كيديرهم، حيت كل فيرسيون كتخرج كيزيدوا فيهم، زادوا واحد النسبه، وكل مدينه صراحه في المغرب كتقرر انها كدير واحد الثمن اللي هو بوحدها، زعما اللي بغى يجي ياخد عليه معلومات يجيب المحل. حنايا عندنا المحل في فاس، كنديروا المونتاج ديالهم كيجيو من الشينوا، كنديروا المونتاج من اجيس كازيد، الزيت كل شيء كتسيي، عاد كتاخد موتورك. واللي بدينا نديرو زوين انه كاين كريدي، اللي بغى يدير كريدي، ولكن كريدي بضمانات قانونيه، خص يكون واحد مثلا خدام ولا عندي اسيرونس ولا يمكننا نديرو كريدي. هما هاد المرايات ديالو حتى هما اللي دايرينهم زوينين، كيجي رائع. وهاد الجرينات هما اللي كيشدو زعما حتى الديزاين وداكشي تبارك الله عليهم خدموا عليه بانه موتور جا زوين حتى في الديزاين ديالو. في المونتاج كيحاول يضبط داكشي باش الموتور صراحه الواحد كياخد داكشي مهني كيمشي مرتاح البال، ماشي زعما غادي كيوقع له شي حاجه ولا شي مشكل. كنلقاو بزاف الناس ما كيتقنوش صناعتهم، ولكن حنايا المونتاج كنخدموا عليه بزاف وبزاف، وكيتسي الموتور، وعاد داك الساعه كيمكن لك تبيعو باش كيمشي الكليان مهني وكترتاح بزاف الحوايج. واحد كيمشي مهني بعد باله. كما هضرنا على داك الجويب، هو
واللي فيه الميزة انه كيبين لا طومبيراتور، شحال كاين لا طومبيراتور، والشقمة فيه سيلونس، شقمة زوينة. وهذا هو الموتور كما شفتوا، شكرا على المشاهدة.